عامل مهم جدا. اولا لو نظرنا للمساواه فهي نص المجتمع وهي صانعه الاسر، اعتقد دورها يلعب مهم جدا في التنافسيه على المستوى العالمي بتميزها في التعليم وتميزها في الصحه وتميزها ايضا في السلك الدبلوماسي والوزاري ايضا. فانا من وجهه نظري اعتقد المراه متمكنه جدا في دوله الامارات، ووجودها في هذه الاماكن يدفعنا دفعة قوية للأمام. وأيضا بغيت أذكر وجودها أيضا في مجالس الإدارة خلال الاجتماعات التي تتم خارج الدولة، نلاحظ أن أغلب نساء العالم يطالبنا بوجود نسبة معينة منهن في مجالس الإدارة، ولكن إحنا الحمد لله حكومة الرشيدة أصدرت قرار ونفذته من أسبوع تقريبا، طلع ما للطاقة النووية مجلس الإدارة، وهناك امرأة مراكز مجالس الإدارة الأخرى أيضاً المرأة فيها. فأنا أعتقد أن